ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبة بابجي. بس النهاردة بقى مفيش لعبة، النهاردة بقى في حاجة جامدة. تعالى اوريكم. جالي 10 استرنات دقيق بس جبت صندوقين. اولا انا سجلت والتسجيل واقف وانا بقى جبت صندوقين. اضح ونسيت اعمل حاجة. يلا بس ايه اللي جالي؟ ايوه كده حلو قوي. حلو ده، ايه الجمال ده؟ احلى من 30. يلا يا جماعه، ايه الجمال ده؟ لا ده جمال، ده حاجة جامدة. يلا مرة تانية بقى. صندوق واو يا جماعة، ايه الجمال ده؟ لا يعني بحاجة جامدة بالفعل جامدة. ماشي واهو. يلا بقى مرة تانية الحظ. تبقى نشوف بقى. يا ربي يطلع حاجة حلوة كويسة. مرة اخر مرة، المرة الاخيرة. ايوه كده. مين ده؟ لا ماليش دعوه انا بيه. بص اجيب الهدايات اللي جاتت لي. ماشي تيجي نشوف اللي نجربه. كويس مش قوي يعني، بس ده مؤقت، خساره. بص الخوذه دي بس عملت لي ايه؟ انا كنت اربيه 19، بص بقيت اربيه 20 وخدت الرقصه دي. انا معايا الرقصتين دول اقصايا اللي انا استحمل واقدر اوصل لاربيه 20، ما اقدرش اوصل لاربيه اكتر من كده، اخري 20. بصوا ايه رايكم بقى؟ الخوذه دي هي السبب. ماشي بس بصوا يا اصحابي، انا هقف لحد هنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الحظ ده. ماشي، وعلشان يوصل لكم كل جديد مني. يلا سلام.